للإذاعة التونسية من باجة ومن الجسرين في متابعات مباشرة لما يهم المواطن أيضا، كما الاستثمار، كما الخدمات الصحية، كما الخدمات البلدية وغيرها. باش نرجع لنبيلة عبيد مع ضيوفها في الضاحية الشمالية. مرحبا من جديد نبيلة. أهلا بك. يظهر لي مش يكون ختامها مسك، نحن حكينا نعم على الأجانب في تونس، حكينا على تونس اللي يستثمروا ايضا في تونس، حكينا على المؤسسات اللي كرمت، حكينا على قيمة الاستثمارات الفرنسية وايضا الألمانية في بلادنا، مواطنينا بالخارج واهميتهم وحظهم من الاستثمار وتسهيلات المقدمة لهم. هذا اللي مش نختموا به لقانا اليوم في مواكبة فعاليات منتدى تونس للاستثمار. معنا سي رياض شرشير، هو رئيس الغرفة الفرنسية التونسية للتجارة. مرحبا بك. وبيك أكثر سيدي وبالمستمعين. أهلا وسهلا. قداش من تونسي توا منضم ضمن الغرفة هذه؟ قداش من مقيم غاديكا باعث لمشروع؟ المقيمين في مدينة اليوم تلقى ما يقارب 180 ألف تونسي. 180 ألف تونسي على مستوى الجمهورية مليون. أي الغرفة هاكي تلم المؤسسات الفرنسية اللي فيهم ماليهم تونسة وماليهم فرنسيس اللي حالين استثمار في تونس. يعني الهدف متاع الغرفة هاكي هو باش نلموا الاستثمار الفرنسي للتونس، استثمار في الصناعة مثلا. قديش من مؤسسة استثمروا فيها تونس المقيمين في اليوم موجودين في تونس؟ قديش مش نقول لك، اما نجم نقول لك في القليم متاع اليوم في 1800 مؤسسة فرنسية اللي موجودين على مستوى الجمهورية التونسية، الثلث متاعهم جاي من القليم متاعنا. موجودين حاليا، احنا موجودين حاليا في تونس على مستوى الجمهورية، وما نقولوش يوميا، اما وقت المستثمر في القليم متاعنا ولا في فرنسا يحب يجي يحل مصنع في تونس احنا نوصلوا. بي انتم شنو دوركم؟ كيفاه تشجعوا الاستثمار في بلادنا؟ شنو ربما المساج اللي توصلهم لهم؟ دورنا بحكم عندنا مصانع في تونس على مستوى الجمهوريه، نعطيو التجربه نتاعنا، التجربه نتاعنا في تونس للمستثمرين هاكم باش يمشوا للاحسن مكان ويحلوا مصانع نتاعهم ونوقفوا معهم، خاطر عندنا في تونس كما قلت لك مصانع على مستوى الجمهوريه. عديد من المصانع اللي يشغلوا في 50 مواطن شغل حتى ل 4000. وشنو ربما الحاجات اللي يلزم نركزوا عليها في بلادنا؟ مش النجم ننميو الاستثمار وقيمه الاستثمارات. الاستثمار اليوم احنا مثلا جبنا معنا وفد نتاع رجال اعمال 16 مؤسسه، منهم مؤسسات في التكنولوجيا في العلم، تكنولوجيا دو لانفورماسيون بالانتليجنس ارتيفيسيال، باش يحلوا مؤسسات ثانيه، يشغلوا مهندسين، وجينا خاصه باش نشوفوا مع وزيره الطاقه موزير باش تسمعني الطاقه نتاع التليكومونيكاسيون، لا التكنولوجيا الاتصال، سيكوريتي دو لانفورماسيون على تونس، امن السيبرني. بالضبط، تونس حاليا متقدمه على برشا دول، متقدمه حتى على المغرب، حتى تونس في اتجاه باهي، وفما استثمار كبير ومجال كبير نتاع استثمار على مستوى الجمهوريه. وعندنا زاد مستثمرين جاو باش يحلوا مصانع في البلاستيك، في الميكانيك جينيرال، جاو معنا تو باش يجيو جاوب شحال من ورق. عندنا اليوم حاليا تونس حاليا نجم نقول نعم على مستوى الخارج تونس دولة نتاع استثمار، على خاطر فيها إذا عاملة متكونة، عندنا كفاءات، عندنا الثروة البشرية، وعندنا مناخ، وعندنا موقع استراتيجي. ليليا نعم يعطي حاجة، شكرا لك. مش نختموا بيوم لأنه خذينا فرنسا ألمانيا مواطنينا بالخارج وايطاليا، قولوا لي توا لانه ايطاليا الاستثمار الايطالي في تونس وايطاليا الشريك الثاني نبيلة، لانه بسرعه اذا كان مازال عندك ضيف، لانه زيد تستنى فيها فادو القرفازي على الكونسول موجود حاليا. موجود حاليا نرجعوا ناخذوه. شكرا ليك سي رياض. بريغو بونجورنو. الورا ان ديريتا، نحن في المباشر. لا يسي بريزنت على راديو ناسيونال تونيزينا، يقدم روحه.